بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مساء الخير، مساء الورد، كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين ورايقين ومروقين. اليوم جيتكم بفيديو، الفيديو ما فيه وصفات، ما فيه طبخ. الفيديو حنبدأ جهة للعيد، يعني الوحدة لازم يعني للعيد ما تمشي تبدي خلاص، والعيد فاضل له 3 يوم 4 يوم، وين العروكة؟ وين الدلكة؟ وين الحلاوة؟ كذا ما بينفع. الوحدة لازم جسمها يكون مندي من جوا. فالأيامات اللي بدت معاي دخان، أهلا وسهلا. ما بدت يلا تبدأ. اليوم جيتكم بعروكة، المكون الأساسي في العروكة اللي هو الدقيق، سواء كان دقيق قمح كامل أو دقيق بتاع الخبائز. أنا بفضل بتاع الخبائز لأنه شنو بيكون لايوق أكتر يعني. وتاني مكون اللي هو الشوفان، سواء كان يعني الأفضل يكون كده ما يكون ناعم، عشان بعدين الشوفان هو اللي حيساعد إنه العروق يطلع من الجسم، تمام؟ المكون الثالث القهوة، القهوة ما يكون فيه هيل، بهارات القهوة اللي هو الهيل والقرنفل والحاجات الزي دي، تكون قهوة سادة. والمكون الرابع اللي هو المحلب، المحلب اللي هو بنعمل به دلكة المحلب، المحلب تسحنيه ناعم خشن، المهم لازم يكون في محلب. الخطوة الأولى إحنا حنعمل في العروكة، حتحمص الدقيق لحد ما أنا جبت الطوة اللي بعمل بيه دايما البخور والحاجات زي دي، جيت غسلته وعملت بيه شنو العروكة. حمصت الدقيق أول حاجة، الدقيق حتحمصي لما لونه يكون شنو اللي هو اللون البني، تمام؟ وبعد ده حتضيف عليه المكونات. يعني انت مثلا فاضل للعيد 3 4 يوم، ما حتقولي يلا نشوف جسمنا ده، نشوف حالنا، نعمل لنا عروكه ونمشي نعمل لنا حمام مغربي ونقعد نشيل جسمنا بالحلاوه ونتحنن يوم العيد يلا النوره. لا لا، يعني نحن ما شرط نهتم بروحنا في اللحظات الاخيره. انت لازم تكون يعني العنايه بالبشره لازم يكون مكثف من بدري. يعني حسي مثلا انت لما تكوني داخله المطبخ، وريتكم مثلا حتحمري حاجه، تكوني عامله لك ماسك في وشك، مثلا عامله يعني حتجيفي قصاد البوتجاز كتير، اعملي لك ماسك القهوه. انا بعمل كده لما مثلا اكون حمر حاجه او كده، بعمل الماسك في وشي عشان اللي هو الحراره بتاعت الحاجات الزيت وما بعرف البوتجاز وكده، تمام؟ زمان لما كنت بيت يعني الشد والفطره، يمكن لما كنت بيت كنت بعمل شنو، كنت ببلم توابي وبشتغل، وهسه بقيت اعمل شنو ماسكات، تمام؟ الدقيق لما يتحمص معاك يصل للمرحلة دي، حتضيفي عليه باقي الحاجات اللي هو اول شيء حتضيفي عليه المحلب. المحلب برضو يتحمص زيه زي الدقيق، تمام؟ لحد ما تحسي لما تحمص المحلب مع الدقيق ريحة المحلب هيبدأ يطلع معاكي، تمام؟ معناته كده خلاص وصلوا درجة الحرارة. بعد ده هنضيف عليه الشوفان واخر شيء القهوة، وحنطفيه بموية سخنة، وحتفضلي تقلبي فيه زي ال قولوا معاي العصيدة، تمام؟ حيكون زي العصيدة. بعد ده تحفظيه في برطمانية أو في بلاستيك، تكسمي منه لما تحسي وقت اللي هو كل ما يقع، طبعا عشان فيه شوفان وكده حيتلمى، تخففي فيه بشوية موية سخنة وتبدي يعني تمسحي في جسمك كله وتعركي قبل العيد. إذا أنت عملتي العروكة دي مثلا زي 4 مرات وعملتي حمام مغربي مرة وجيتي جسدي جسمك بالحلاوة، طبعا يعني مؤكد لازم ترطيب عميق، ترطيب كثيف للجسم. الناس اللي ما يتدخنوا، الناس اللي ما بيفتحوا جسمهم بكريمات تفتيح، يعتمدي على العروكات ويعتمدي على الترطيب. العروكة والترطيب بديك نتيجة جبار. أنا بادية دخان والناس اللي بدوا معي دخان، يعني إن شاء الله كلكم تطلعوا كده حلوات ومجيهات في العيد. ما عشان العيد، عشان نفسك وعشان عشان العيد. ليه ما عشان العيد؟ بسم الله، هو في أحلى من العيد يا جماعة. الوحدة لازم تكون كده سمبتيك، ما تقولي أنا كبرت وأنا خلاص أصلا، ما خلاص جبنا أولاد تاني نعمل شنو، أعملي ليه نفسك السمحة دي؟ هو في أحلى منك؟ أولادك دول ذات ما أحلى منك أصلا، ما في زول أحلى منك. اهتمي بنفسك، لما يشوفوك أنت مهتمة بنفسك أولادك بعدين برضه حيكونوا زيك. أنت عاوزة بنتك بعدين تكون مبشتنة قاعدة تقولي بناتي وما بعرف شنو، لا لا، اهتموا بروحكم عشان الأولاد بيشوفوا الأمهات بيعملوا شنو وهم بعدين شنو بيقلدوا. يعني أنا هسه بناتي بيقولوا لي أنت الماسك بتاع القهوة ده ما بيعمل لك شنو اللي بتعملي في وشك طوالي، فبوريهم اعملوا بعمل كده عشان انتوا كمان بعدين اعملوا برضه لانه بيعمل كده. فاهتموا بنفسكم، الاهتمام بالنفس يعني حاجه حلوه شديد، حلوه جدا، بتحسي بسعاده، بتحسي انه فيكي روح، بتحسي انه فيكي حيويه. لكن بتكوني ضبلانه لما انت تهملي روحك، ما تعملي حاجه لروحك. يعني ما ممكن انت سنه كله او شهر كامل ما تعملي لك ماسك في وشك، ما ممكن انت ما تقعدي تقولي ما عندي كريمات وتهملي روحك، لا. اهتمي بنفسك، حبي نفسك وحبي الحياة عشان الدنيا تبقى لك حلوة. هنا العروكة بيكون بالشكل ده، تحفظيه في عبوة زي دي وتكفيله. كل ما تكون عاوزة تعملي في جسمك تشيلي منه تخففي بشوية موية سخنة وتعملي في جسمك. وتاني مكون عملته ليكم اللي هو للناس اللي شعرهم خشن ناشف، عملت ليكم بخاخ للشعر اللي هو من الروز الماري اللي هو كليل الجبل وقرنفل، وعندنا بصل وقشر ثوم وقشر بصل.
انا اول مره هعمل بصل، ما يعني ما قاعد اعمل بصل كثير، لكن البصل قالوا ممتاز للشعر. انا قبل فتره عملته لابتي، كان يعني حاجه الكميه بتاعت البصل كانت بسيطه ما كثيره، في مويه وحترفعيه على النار الحاجات دي، وكل جبل يعني انا ما بعرف فوائده، يعني ما بقدر اقول لكم انه فوائده عظيمه، لكن انا قريت عنه كثير، والبنات عاملين منه منتجات كثيره. بعد ما تغليه بتطلعيه كده من البوتجاز، بتخليه بعيد لحد ما يبرد، تفضيه في مرشات وتعمليه في شعرك زي بخاخ، وما بي يعني ما بيحتاج انك انت تغسلي شعرك بعد، يعني ممكن يبقى لك زي تسريح. انا في ايام المدرسه كنت بعمله ليا بنتي. والبصل، القرنفل بيشيل ريحه البصل. اهتموا بنفسكم، حبوا نفسكم يا بنات. ما عارفة اقول لكم شنو، اليوم واحدة تقول ما خلاص الدنيا دي بقت تاني نهتم بروحنا، شنو ما تهتمي بنفسك؟ مالو نفسك دي كده، وريني الغلط اللي فيك شنو. كله بس كسل، كله خمول، كله مفهوم غلط، انه نحنا نربط كل شيء في الحياة بنفسنا. لا، اهتموا بنفسكم، حبوا الحياة زي ما هي، زي ما انتي، زي ما انتي. يعني ما تقولي انا مثلا سمراء ولوني ما بفتح. والله يا جماعة الناس السمر دول، انتوا ما بتعرفوا لونكم ده رهيب كيف، والله لونكم. وانا زيك وانا منكم، انا اقول لكم انتوا شنو، السمار ده لونه حلو شديد. اي واحدة سمراء انا بنصحها انها تعمل تعتمد على الدخان، انه الدخان بيرطب لك جسمك، بيحافظ لك على جسمك، وبشد لك بشرتك، وبيخليك كده نايرة وحلوة وجميلة واي حاجة. انا بحب الدخان، وبحب الناس اللي بيحبوا الدخان، بيحبوا يتدخنوا، وبيحبوا يهتموا بنفسهم. الناس اللي عندهم حساسية او عندهم ظروف ما بيقدروا يتدخنوا، اتعرقوا. العروق الطبيعية احسن بكتير من المقشرات. عملت لكم كم فيديو عن العروقات، وعملت لكم اسكربات، راجعوا في القناة في فيديوهات كتيرة اسكربات وماسكات شعر، وهعمل لكم ان شاء الله في فيديو ماسك للشعر، هعمل لكم ماسك للوش برضو، وان شاء الله هنعمل برضو كريم ترطيب الايام الجاية. يمكن يكون فيديوهات زي دي، لو ما وصفات هتكون فيديوهات زي دي، عشان نتحفز كلنا. كل ما دخلت مطبخك اعمل حاجة في وشك. انا مرات زوجي يعني بيقول لي ليه عامله كده، بقول له ليه بعمل لكم اكل وبشتن وروحي ووشي يضرب وبتجاز ما بعرف شنو، يقعدوا يضحكوا ويطلعوا. ايوه انا ما بهم روحي عشان زول، لازم تحبوا نفسكم تحت اي ظرف. يعني طول ما الدنيا مكر، انا مرات مثلا بيكون مشاكل الدنيا فوق راسي، ومثلا قصص والدنيا جايطه، لكن بعمل شنو، كريماتي دي ما بخليها اصلا، ما بخلي ولا كريمات ولا دخان ولا اي حاجه. يعني عشان كذا بحب انكم تكونوا حلوات ونايرات ومجيهات، وان شاء الله كل ايامكم تكونوا كذا رهيبه. زي ما وريتكم الفيديوهات الجايه لو ما وصفات، زي ما قلت لكم حيكون حاجات مكثفه للعنايه للبشره وللعنايه بالشعر برضو، عشان شنو الحاجه لما تعمليها واخر ايام تمشي تعملي لك الحاجات الاساسيه اللي هو اصلا المفروض يتعامل شيء للجسم بالحلاوه والصبغه الشعر وحركات، عشان تكون شنو الجمال يكون من جوا. فهمتوا علي؟ لحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.